مش عايزه شخص يبقى يعني في مكانه، عايزه شخص عايز ينجح وعايز يطور من نفسه. والله اللي هي تبقى اول حاجه طبعا الاخلاق والتدين، يعني ما يعني الانسانه اللي تعرف ربنا كويس هتتقي الله فيك وفي عيشتك وتبقى كويس. والله انا الحمد لله انا معايا شركه حياتي وموجود فيها كل حاجه الحمد لله وربنا كرمني بيها. ما احنا هنقول كل حاجه حلوه اكيد صح، بس ما فيش حد 100% كامل، بس على الاقل على الاقل يبقى كريم، لان البخل وحش قوي 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 قوي، يعني ممكن تقبل اي حاجه في الراجل الا بخل. يعني التفاهم اعتقد ده اهم حاجه، ان يبقى في مساحه من تقبل الاختلاف بين الشركه مع بعض، واهم من الاثنين كمان ان يبقى في مساحه تسامح. مش عايزاه بخيل. لما بلاقي شخص بحس ان هو بخيل شويه ببقى اقول خلاص انا مش عايزه الشخص ده في حياتي. بص ما فيش حياه مثاليه، مش هنكدب على بعض، في الحياه دايما فيها مشاكل، بس مين بقى يجي على نفسه كل مره؟ انا اجي على نفسي مره هو يجي على نفسه مره والحياه بتمشي. اصل في تفاهم، وانت طالما حطيت من البدايه اتفقتوا على حاجات معينه فالدنيا بتبقى ماشيه بنظام معين وخلاص. مفيش انسان ما عندوش اخطاء، ما عندوش خلافات، فطبيعي الثلاث صفات دول اعتقد اهم ثلاث حاجات.